لكن هنتكلم بالتأكيد على أمور كتير متعلقة بقمة المناخ، بس مش هيصح نبدأ قبل ما إن إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتغمد كل المتوفين في الحادث بتاع أتوبيس الدقهلية برحمته ويسكنه يسكنهم جميعا فسيح جناته، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. يمكن حضراتكم أكيد تابعتوا هذه الحادثة المؤسفة والمؤلمة في محافظة الدقهلية، وهي مسألة سقوط أو وقوع هذا الأتوبيس أو هذه الحافلة في هذا المجرى المائي أو الرياح بالمعنى الدقيق كما نصفه في مصر، ووفاة تقريبا 18 أو أكثر شخص أو أكثر من 18 شخص وإصابة 16 آخرين في هذا الحادث تحديدا في هذا أو هذه الترعة في محافظة الدقهلية. احنا عاوزين نفهم بالظبط ايه اللي حاصل، ونفهم بالظبط ايه هي المستجدات، وما الذي تقوم به الدولة لأهالي المتوفين رحمة الله عليهم جميعا، وايضا نطمن على المصابين شفاهم الله وعافاهم. معنا على التليفون دكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اهلا بك يا دكتور، وتعزينا يعني نعزي انفسنا. اهلا بك استاذ يوسف والاخوة المشاهدين، والجهاز التنفيذي كله بالمحافظة بيبلغ يعني خالص تعازيه لأسر المتوفيين، وبيدعو بالشفاء الأخوة والزملاء أهل الدقهلية المصابين. هستأذنك يا دكتور مبدئيا الأول نفهم حتى لا يتقول القائلين، إيه اللي حصل؟ والله يا فندم احنا يعني الصبح بلغنا غرفة العمليات الرئيسية، تم تبلغنا إنه في حادثة أتوبيس. طبعا على الفور تم الدفع بوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة الصحة والسيد رئيس المدينة للوقوف على الحالة. فطلع إنه الأتوبيس فيه 27 راكب. في اتوبيس نفسه عدد الكراسي اللي فيه 26 راكب، وكان فيه راكب زياده فوق ال 26 يبقى 27 راكب. المفروض ان هو ماشي في الطريق بتاع المنصوره الرئيسي اللي جاي من 100 غمر اجا المنصوره. اعترضته عربيه بشكل ما، هو كان بيتكلم في الموبايل. طبعا الناس اللي كانوا جنبه وراه حذروه، خد بالك حادثه، ما تفهمش ايه اللي حصل. رمى الموبايل وفتح الباب ونط من الاتوبيس. طبعا الاتوبيس ماشي بسرعته، انحرف وقع في النيل طبعا من صدمة الحادثة طبعا وهولها الناس طبعا اللي اتخبط واللي توفى وكلام ده. وصل عدد الوفيات ل20 متوفي والمصابين ل6، منهم 5 في مستشفى أجا المركزي وواحد في مستشفى المنصورة الدولي عندنا. الخمسة دول خرج منهم 2 بقى 3 في مستشفى أجا المركزي. دولة رئيس مجلس الوزراء كلمني أكثر من مرة النهاردة والله للاطمئنان على حالة طبعا المصابين والتأكد من احنا انتشلنا كل الجثث المتوفيين. السيد وزير التنميه المحليه اللي هو شو انا كلمني برضه مرتين او ثلاثه، وزاره التضامن الدكتور نبيل نفس الكلام كلمتني كتير. دوله رئيس مجلس الوزراء يعني اصدر تعليماته بمضاعفه التعويض الخاص باسر المتوفيين من 50,000 جنيه ل 100,000 جنيه، بالاضافه طبعا للتاكيد على توفير الرعايه الصحيه للمصابين. طيب دي طبعا دي قصه باختصار. طبعا انا لما يعني رحنا المكان الحادثه اكثر من مره، ورحنا المستشفى زرنا المصابين، انا شخصيا اتكلمت مع المصابين الناجين، قالوا لي نفس الكلام بالظبط، انه السواق كان ماسك الموبايل وبيحذروه من خد بالك خد بالك، راح رمى الموبايل وفتح الباب ونط وساب الاوتوبيس. النيابه العامه طبعا لما قبضت عليه اصدرت التعليمات بالقبض عليه وعملوا تحاليل، للاسف طلع ان هو بيتعاطى نوع من انواع المخدرات، وتم تحويله الى الطب الشرعي لتاكيد هذه المعلومات، وجاري اتخاذ اللازم معاه طبعا. هو بالتاكيد هيتم اتخاذ اللازم، والان الموضوع في ايد النيابه العامه. طب اللي احنا فهمناه كده يا فندم انه وزاره التضامن الاجتماعي هتقوم بصرف 100,000 جنيه تعويض للاهالي او لاهالي المتوفين، واللي انا فهمته برضو صححني لو انا غلطان ان التحالف الوطني للعمل الاهلي هو كمان هيقوم بصرف قيمه تقريبا 50,000 لاهالي المتوفين زائد 25,000 على سبيل مشروع تحديدا قيمته 25,000 لاسر الضحايا، مظبوط الكلام ده؟ دي حقيقه يا فندم، هم اتصلوا بيا التحالف الوطني وبلغوني انه هيتم يعني دعم الاسر بالاضافه للدوله عملته ال 100,000، هيدعم الاسره كل اسره ب 50,000 جنيه، وطبعا احنا بس يعني منتظرين يعني الناس يدفنوا ذويهم والامور تستقر يوم او اثنين بكثير، وهنتم ان شاء الله يعني بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي التواصل مع الاهالي لتوصيل هذه التعويضات وكل الحاجات اللي هتعملها الدوله عشانهم. هو جاري دلوقتي مساله تسليم الجثامين للاهالي مش كده؟ بالظبط يا فندم باذن الله، وقد ينتهي هذا الموضوع في غضون تقريبا زي ما حضرتك قلت يومين. يعني يومين بالكثير، يعني
النيابه العامه تطلع يعني قراراتها والحاجات بتاعتها، والاهالي ياخدوا الجسامين بتاعتهم، ويعني تمشي الامور على ما يرام بالنسبه للتعويضات والتحالف الوطني ان شاء الله يعني. باذن الله. طب ده معناه دكتور ايمن انه تم انتشال كافه الجثامين مش كده؟ والله يا فندم احنا نتمنى ذلك. طبعا طلعت اشاعات كتير ان الاتوبيس كان فيه 42 واحد، ان مش عارف الطريق بايظ، تعرف الكلام اللي بيتقال ده، لكن للامانه لا الطريق فيه حاجه ولا الاتوبيس كان فيه 42، هو الاتوبيس كان فيه 27 راكب فقط، 26 قاعدين، واحد فقط بس هو اللي كان واقف. طبعا بالاضافه للسواق طبعا. هم دول الاعداد اللي كانت موجوده فقط لا غير في الاتوبيس. وان شاء الله ان شاء الله ما يظهرش اي يعني متوفين او جثث اخرى يعني. رحمه الله عليهم جميعا يا رب، الله يرحمهم جميعا. اشكرك يا دكتور، وتاني يعني تعازينا يعني نقدر نقول كده بنعزي انفسنا. شكرا ليك دكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه. يمكن دي كده كافه التفاصيل المتعلقه بالحادث ده، سواء اذا كان ايه اللي حصل قبل ما يجرى الحادث، أو التحركات بتاعة الدولة فيما بعد في مسألة انتشال الجثامين، الرعاية الطبية اللي بتقدم للمصابين، التعويضات اللي بتصرف. بالتأكيد مفيش أي حاجة بتغني عن حياة بني آدم، ولكن على الأقل الدولة بتحاول قدر الإمكان إنها تساعد أهالي الضحايا، سواء إذا كان عن طريق المبلغ التعويضي اللي هيدفع من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، زائد المبلغ الآخر اللي هيدفع من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، زائد مسألة تمويل مشروع بقيمة 25,000 جنيه مصري.